عملية الخف بنعملها لهدفين رئيسيين. الأول عشان بيحصل موضوع تبادل الحمل من الزيادة في سنة وسنة تانية بتقل. بتجرى إمتى؟ مع التأويز. أول ما أوز أبدأ عملية الخف. العملية دي بتتم إزاي؟ نمرة واحد، أنا ببص على العراجين اللي عندي أو الصبايط وبشوف عددها هل هيتناسب مع حجم وعمر النخلة؟ ده مهم جدا. لو شايلة زيادة عن العمر الطبيعي بتاعها بشيل العراجين. طب الزيادة دي أشيل عاطل في باطل؟ لا، أنا هشيل الأول الشيص. نمرة اتنين، اللي شايلة خفيف اللي أحجامها صغيرة. طب افرض عايز زيادة، خلاص هشيل بنفس الطريقة، لكن بعد دول مش هيحصل حاجة. ودول كمان سواء بنجري عملية خف أو ما عملناش لازم أشيل التلاتة دول لأنهم عبء على النخل. الإجراء التاني اللي هو بعمل عملية خف شماريخ سمرية، ودي بتحصل عشان أجيب أحجام كبيرة أنافس بيها في السوق، ولذلك هي ليها طريقتين. يا إما بشيل الأطراف، ده من الأصناف الطويلة الشماريخ، يا إما أشيل من النص، دي في الأصناف القصيرة الشماريخ. طب أنا عايز حجم أكبر بقى، حجم الجامبو اللي بنتكلم عليه اللي موجود في المجدول، بشيل ثمار. طب بتشيل إزاي؟ بيبقى بين كل ثمرتين واحدة في النص، دي بنسميها المتزحمة، دي اللي بشيلها من الثمار. بيبقى عندي ساعتها 12 حبة اللي موجودة في الشمراخ، فدي بتكفي، أو بسيب 15 عشان عمليات التساقط أو العمليات العمالة اللي ممكن تحصل، وبالتالي هنا هحصل على الأحجام بتاعتي بأحجام كبيرة. طب هل ممكن أعملهم كلهم؟ ممكن، طالما عايز أوصل لحجم مناسب هعملهم كلهم حسب أنت شايف حجم النخلة وعمر النخلة، وكمان الأهم هو اللي مطلوب في السوق.